واحدة من المومسات قربت ليا قلم حواري قلم كان ممنوع معانا ورقة وقلم فهربت لي قلم بتاع الحواري بتاعها وورق تواليت وورق وكتبت 3 شهور في السجن ليل نهار. أنا واحدة في السجن قلت لهم لزميلاتي عمر السياسية قلت لهم سيموت السادات قبلنا ونخرج أحرار وفعلا خرجنا. أنا بقولي وقت الآن أمامي عمري 84 سنة وبصحتي وقوتي وعقلي ولم يستطع أحد أن ينال مني رغم حط اسمي على قوائم الموت والسادات المبارك وما مع ذلك حناني الورق والقلم حناني الإبداع. الإبداع يحمي الإنسان لأن الإبداع له لذة كبيرة جدا جدا. لذة الإبداع أهم من الأكل ومن الجنس ومن الملابس ومن المكياج ومن كل حاجة. ولذة الإبداع بتعطي طاقة رهيبة جدا للإنسان. إحنا عندنا مشكلة رهيبة مشكلة الأخلاق لأننا أمم وشعوب ودول عندنا ازدواجية أخلاقية وبالتالي ليس عندنا تدين يعني التنكر يعني التخفي. لما تلاقوا واحد مربي لحية بيستخبى وراء اللحية واحدة لفة راسها بحجاب بتستخبى وراء الحجاب. قوم الأنوثة العبودية يعني ايه امرأة تريد ان تكون امرأة وأخبرت انها تدخل المعارك لا بد للمرأة ان تدخل معارك الحرية لم تأتي على صينية من الفطرة. الحرية بتنال بالعرض وبالدم هذه هي الحرية. الحرية لم تأتي كده بدون ثمن. ان انا اكون امرأة يعني ايه امرأة ويعني ايه رب انا ضد هذه التسميات لان انا بقول انا انسانة انا انسانة لها عقل انا انسانة لها عقل والرجل انسان له عقل. مفهوم الرجولة ومفهوم الأنوثة والذكورة وهذه المفاهيم يجب أن نعيد تفسيرها. لا تكون الأنوثة مناقضة للذكورة يعني الذكورة الإقدام والشجاعة والأنوثة التراجع والضعف. ما احناش في حرب لا لكن في صراع لا لا يعني زي يقول لك ما فيش صراع طبق لما يبقى في ظلم بين الرجل والمرأة في صراع فلا بد أن نفهم. لكن اللي يقول ما فيش صراع بيخفي الحقيقة. تونس منعت عادة الزوجات الطلاق للرجل المريض غيروا اللغة الذكورية لكن أنا كنت الحقيقة أن نعيش عايز أخبر تنتبه لهذا لأن إحنا بنمارس لغة استعمارية ذكورية لابد أن نربط بين الاستعمار التاريخي والاستبداد الداخلي والذكورية الثقافة الذكورية اللي هي اللغة كلها ذكورية انجليزي عربي زي ما قلت لكم لدرجة القاعدة كلها نساء وفي طفل ذكر يخاطبونه باللغة المذكرة. هو بيقول الرواية السعداوية يعني بتعمل ثنائية يعني أنا اللي خلقت الصراع أنا الرواية السعداوية هي التي خلقت الثنائية والصراع بين الرجل والمرأة. فين كان ورثين هذا الصراع في الثقافة والدين؟ ما هي الثنائية في الدين. في الدين امرأة لها حقوق والرجل له حقوق. وطبعا كل دين فيه سلبيات وايجابيات. يعني كل دين فيه واقتلوا الكافرين وفي كمان الرحمة والعدل. يعني كل كتاب فيه اهتمام قوي. يعني والقوة السياسية الحاكمة تختار ما تشاء من الدين. فإذا احنا أنا لم أخلق الصراع بين الرجل والمرأة. الفلاحين والعمال لم يخلقوا الصراع الطبقي. الصراع موجود منذ العبودية. منذ النظام العبودي وتحول المجتمع إلى أسياد وعبيد ونساء ورجال خلق الصراع. احنا كنا نريد الانتظار
فرق جنسيا في مجتمع طلبة الطلاب. في فقر 99% في فقر. شوف لا يمكن تتحرر المرأة و99% من الشعب يعاني الفقر والجوع والبطالة. الحرية الجنسية لما حصلت في مجتمع رأسمالي أبوي طبقي تحولت المرأة إلى أداة الجنس. الأداة الجنس في السوق الحرة وتتباع وتشتري وعلى نفسها. والتعرية مثل التغطية. التعرية في السوق الحر مثل التغطية تحت اسم الدين. فالمرأة تحولت إلى جسد وأحيانا تم إيقانه إنها إما جسد يغطى أو يعرض. الحرية الجنسية لا تنفصل، ودي أحد كلمة في الألف. الحرية الجنسية للمرأة وللرجل لا تنفصل عن الحرية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية والأخلاقية والنفسية والجسمية وكل حاجة.